شكري ولك انا عدالك يا وقتك اقول ما كن يا شباب شكري يا شكري لك يا رمزي محشوم قولوا أكل يا جماعة لك يا محشوم يا شكري لك وحدي والله يا شباب شكري لا محشوم لك شكري شكري لك طولوا معكم يا شباب ولا صغير لأنك طايش هالمرة علمت عليك تعليم بس في شغلة لازم تعرفها أنا أخوك رمزي ما قتلته ظلم لما بدك تواجهني مثل رجال ليكني قدامك حاضر روح روح تخبى بحضن مامتك روح ليش؟ يا مين؟ خلص ما كان لازم محجوب يطلع من السجن ويعلق مع بيت أبو رمزي من أول وجديد طيب طلع شو نعمل؟ شكري ما رح يسكت وبده ياخد بتار أخوه ولسه الخير لقدام بده يصير مشاكل بالحارة من تحت رأس هون إلى أول ما لها أخير الله يهدي البال الله يهدي البال بدل محجوب ما يعلق مع شكري يروح يدور على أخته الهربانة استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم يا رب دبوسك يا ولد دبوسك يا ولد يا رب السلام عليكم يا زهر وعليكم السلام السلام عليكم يا كبير اهلا وسهلا بالعقيد راتب لك نورت الحارة لك ابني منوره باصحابها منوره باصحابها تسلم يا رب يا عمي بعزام لك طمني كيف نفدت انت ربك تلطف لما صار الضرب كنت برات الحارة الحمد لله على السلامة طمني لك ابني ابوك شو اخباره طمني عنه والله يا كبير من كتر ما انقهرنا على الشام ما ضل دموع نبكي الله يرحمه لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ليك راتب هاي الحارة فيها ناسك وأهلك وأنا متأخوك الكبير إش كان لزمك شي من عيني هاي قبل هاي لبي ما الله يفرج عليك ويلتم شملك كل عمرك كبير يا عمي أبو عزام كل عمرك كبير ومفضل شو علي يا محجوب الواطي شو علي طول بالك كمان ما بيصير هالحكي يعني حلو هيك كل يوم والتاني علقها لازم نخصمها من الاخر يا ابو رمزي الله يطول عمرك بقى بدنا خصمها حسبي الله ونعم الوكيل طول بالك عمي ابو رمزي شكري صرنا الف مره حاكين كيف بلاغ عن الزلمه يعني هالمره القضيت هيك تاني مره كيف بدك يا تنقضى ما في مره تانيه بسام ما في مره تانيه المره الجايه راح مشحطوا هون قدام اهل الحاره كلياتها وغير شخت ماني شاخته صبر جميل وبالله المستعان صبر جميل وبالله المستعان خلصنا بقى شكري اعتقوا للزلمة في الضصيرة يا سيدي ماني عاتبه وواحد مننا بده يموت يا أنا يا هو لك لو آخر يوم بحياتي لو على قطع هي بدي اشفي غليلي منه تصطفل تصطفل عمي ايه عندي شغل أنا حني يا بي سلام عليكم جاي يا بي الله معك لسه بدنا نحكي وأنا كمان عندي شغل بدك شي عم يا أبو رمزي؟ الله معك سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يا بي خليني أخذك على البيمارستان يشوفوا لك جرحك بلكي بده دواء وتعقيم مو مستاهل يا بي مو مستاهل مش بسيط بطيب لحاله لا حول ولا قوة إلا بالله أصبح خليني أخذك على البيت أبي شوي تانية بروح لحالي خلص لا تاكل همي عود انت وريح لي حالك لا تاكل هم مثل ما بدك
يا ولي حصيني يا بلقوس اقلط جاي اقلط يا ولي الما تستحي قاعد تساوي خرابيط بالحارة. طولوا بالكم يا جماعة، خناقة صغيرة وانتهت. مثل ما عم يقول لك الوالد عم مشعال، خناقة صغيرة ونقضيت. يا ولد قلت لي كونا صغيرونا، كونا صغيرونا، وكل ما صارت كونا بالحارة تسحب الخنجر. ها شنو هذا؟ ها شنو هذا؟ شهوة ولا وحمة؟ ايش حطوه؟ لوين اخذينه؟ حرك لك شكري. لك لوين اخذينه؟ خلاص بمشي لحالي. يلا حرك. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سلامة، طمنيني على وضع أبو سليم، إن شاء الله أحسن. إيه أحسن، إن شاء الله حطلعوا هالكم يوم من المشفى. إيه ألف الحمد لله على السلامة، لك الله يرجع لك إياه بالسلامة يا حق. امسكي، شو طابخة؟ لأنه كتير جوعانة. حبيبة قلبي عملت لك مجدرة، يلا قومي بدلي أوعيكي لبين ما حضر الصفر أنا. يلا. يبعت لي حمى عليكي، حرام. رمزي عجوب، لك رمزي شو عم تعمل ببيتي يا رفي؟ شو عم تعمل ببيتي يا رمزي؟ عم تفوت على بيتي، عم تخوني بحريماتي يا قليل الشراف. قتلتني، قتلتني يا محجوب. شكري غلط غلطة كبيرة ولزوما يتحاسب عليها، وحنا ما درينا انه محجوب انهزم من سجن القلعة الا لما سمعنا بلكونة. بس ما حلوة منك مختار، جاي عم تتوسط لواحد اسعر كرمال هيبتك. معلش يا جماعة، بدنا نسامحه، محجوب كان بالسجن ورب العالمين اطلع بوشه وطلع، ما بدنا نعمل ضبط من شان ما نتعدى بخطيته. أني لجل هيك يا مختار ما رضيت أحبسه، بس هذا ما يعني أن نتغافل عنه بالمرة الجاية. خلاص أنا بوعدكم أنه ابني شكري ما يتعرض له من اليوم ورايح. منيح زين حيل يكتب تعهد أنه ما يتعرض له، واني ما افتح محضر، بس النوبة الجاي ما أقدر أسويها، ما أقدر. كتر الله خيرك. الله يقدرنا على مكافاتك يا حضرة اليوز باشي. بس يا أبو رمزي المكافأة هالمرة جماعية. لحد عليك يا أبو منشار، لحد عليك. يا عليك يا أدرية، حماتك بتحبك، يلا شاركينا يلا. إيه بس أنا ما بحب حماتي ولا بحب هالأكلة هاي، حرام تكون سفرجلية ولا سمائية مع شقف اللحم بعظمه. يا العين تطرق وبلا هالكبرة النفس، يلا كلي كلي واسكتي. هاتي هاتي لصب لك أطيب من السفرجلية خيتو، هاتي قربي. أي والله. هاتي رح أحط لك بصل. يا سلام. حطيلها. مسترجيني ولا؟ ها؟ معي مخلل، خدي خيتو. خير. كلي. إيه.
لك يا جماعة، أنا حاسة حالي غريبة عن الحارة. لك لا عم شوف حدا ولا حدا عم شوفني. يخرب بيت النسوان هالحارة، لك ما بيتنازلوا يسلموا على حدا؟ لا أنت غلطانة، والله إجوا لعنا نسوان الحارة كلهم، أنا وبغوران. بعدين إجت لعنا مرت المختار وإجت مرت أبو حزام. يا حبايب قلبي، وعدنا قاعدة بتاخد العقل. إيه نسوان بينباسوا من بين عيونه وشبكي. لك ليش أنا ما حدا عم بيتعرف علي؟ يو أنت مالك معروفة مثل حكايتنا، أنت مو من حارتنا حبيبتي. بالله شو؟ والله بدك تسأليون إلهم، نحن شو دخلنا؟ هيك لك. ما بدك تقلي شبك يا مو، من لما اجيت وانت ساكت وقاعد صفنان ما حكيت ولا كلمة. لتكون تعلقت انت وشكري بالطريق. يا مو ما رح اكذب عليكي، شكري حاول يقتلني بس ما قدر، وانا ما كان فيني اقتله، بس علمت عليه وسنحته. ما بدي الناس تقول عني قتلتها. هيك لك عن، وبعدين مع هالقصة يا محشو، وبعدين مع هالقصة. شو مشان محجوب يا مشعل؟ عم تتستر على هيك ناس هربانة من السجن؟ هي وحدة عليك. الحس شو تريد مني يا ابو منشار؟ ما بصير تغلط هيك غلطة ابو مشعل وتتستر على ناس عاملة هيك عاملة، وهذا القانون رح يحاسبك عليه. والله انا حاسس انك جاي تتلقوس من وراي لما تاخذ هذا الكرسي وتقعد عليه وحيدك. انا يا ابو مشعل؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله من كلمة انا ما بطعم فيك ابو مشعل، بس انا عم نبهك ليقوم يجي حدا ويطق لك برغي بالداخلية، ساعتها بتعرف شو بصير. تطمن، ما بي حدا يريد يطق لي برغي بالداخلية إلا إن شان ليك أنت ثلثين الخاطر. اطمن أبو مشعل، سرك كبير ما له قرار. إي زين زين حيل. لكن أنا قدرية خانم، ما حدا بيجي لعند مني. ويروحوا لعند الست بوران وأم زكي، إيش عليه؟ لك تضرب هالحارة شو كرهانتها، على شو حابينها ما بعرف. أنا بورجيك يا أبو نحلة، بدي دم وراك لنرجع الحارة تبعنا. يا مو يا مو كاتو بني ليتني. يلا جاهزة، وصلني على بيت عمك، خلينا نخلص اليوم من قصة الجهاز، وبركي فرد مرة باخذ معي سهيلة لعند الخياطة. لا خلص يا عمو بلا ما تروحي. ليش خير شو في؟ هلا وأنا جاي على البيت سمعتهم بالحارة عم يقولوا إنه شكري ومحجوب متعلقين بالسوق، وشكري منصاب بإيده. يا لطيف، وإن شاء الله ما له متأذي كثير. والله ما بعرف يا عمو، المهم لا تروحي هلا، وانطري لتهدى الأمور شوي. وينك خبرت أبوك بالقصة؟ هلا وأنا راجع على الدكان رح خبره، بس قلت بمرق لعندك بخبرك بلا ما تروحي. اي خير ما عملت. خلص لكن روحتي مو ضرورية، بس الله يرضى عليك، لا تنسى تروح تطمن على ابن حماك، عيب مو حلوة. اي كيف لكان؟ بلا ما يقولوا عنا شمتانين فيهم، حاكم شكري لسانه طويل، بس ليطلع من الكراكون بالأول. ليش راح على الكراكون كمان؟ اي امي اي. لا خلص لكان، هلأ بفوت بغير أوعيي وببقى بروح لعند منها تاني مرة، زيارة عادية بشقة عادية. خير ما بتعملي يا أمي، يلا بخاطري. الله معك تقبرني. خلصنا يا أمي، خلصنا ما فيني شي، خمش هذا مو جرح. لك أمي شو بدك من هالعلقة؟ شو بدك منه؟
اخبرني. انا عندي ضفرك بيسوى عائلته وعائله عائلتهم. بوس ايدك برضاي عليك بعيد عنهم. بعد عنهم؟ ايه لق علي الحلال مالي داك ولا حتى سبحوا بدمه لهالندل. مو انا اللي بيتعلم علي يا ابو، مو انا اللي بيتعلم علي. لك يا رجال شو ساكت؟ احكي مع ابنك الظاهر ما دمه فوت الكركون. ابني راسه يابس ولا 60 بلطه بتجز له راسه، شو سوي له ها؟ لك يا اخي مشان الله خلص اتركه، يلي فات مات، نحن اولاد اليوم. لك انت شو عرفك لك اختي؟ علي الحلال ما بتعرفي شيء. لما قتل اخوك قدام عيوننا ما حدا قدر يرد الصوت. من يومها دمي عم يغلي غلي، من يومها. والله بعرف حاسه فيك، بس نحن خايفين عليك، ما بده يصير عليك شيء بسببه. كيف همي انا شايف الضوء من عيونك، رجال بين دمه سهل ما رح تقدر عليه. خلص اتركه، كل مين له نبي يصلي عليه. لا يا مولا بقدر عليه وزيادة، وداري بدي أخذه من محجوب لو آخر يوم بعمري. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، دق المي وهي مي. قوم لك أمي، قوم تقبرني، روح على الممارستان، خايفة جرحك ينتهي، قوم الله يرضى عليك. لك يا أمو ببوس إيدي، ببوس إيدك عمل لك جرحي ما في شيء، شغلة بسيطة عرضية، لفوا على الموضوع وسكروا سيرة بقى. سهيلة. إيه. نزلي اعملي لي كاسة شاي خليني اروق دمي روحي. على عيني. اوه ديري بالك عليه، لا تخليه يطلع من البيت، انا راجع على دكاني، مفهوم؟ طيب ريح امي ريح. امي هيك حتضلي واقفة؟ ايه قعدت لك. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك يا ابي، ولموا كل السوق عليهم حتى اجوا جماعة الكركون وشحطوا لشكري. الله لا يوفقك يا شكري، هذا الولد مو مصلي على النبي ولا عم يسمع الكلمه. يا ابي انا خايف تنعاد مره تانية، ساعتها محجوب رح يقتله، هي المره بس علم عليه، بس المره الجاي ما رح يتركه. انا ما رح اسمح بهالشيء، وشكري رح وقفه عند حده، ومحجوب لازم يطلع من الحاره، مو على كيفه. بس مو حرام يطلع محجوب من الحاره يا ابي؟ الزلمه كافف بلاء عن شكري وما بده يعمل مشاكل. ولو كان وجود محجوب بالحارة عم يعمل توتر كبير لبيته ورمزي، ونحن يا بي ما بدنا يوقع الفاس بالراس مرة تانية. معك حق يا بي، معك حق. يا سوريا يا حبيبتي، انت أنسة مدرسة وما بصير تتأخري عن طلابك أكثر من هيك. لك شلون بدك تلحقي لهم بكره الدروس اللي راحت عليهم؟ شلون؟ لك والله بعرف انه ما لازم غيب، بس اللي صار معنا مو قليل منه. رح حاول كسف دروس وعوض الأيام اللي غبت فيها. بصراحة المديرة سألتني مشانك كذا مرة. أنا سبق وشرحت لها شو ظروف كان بالبيت، وهي قدرت هذا الشيء. بس لا تنسي يا حبيبتي انه الخالق ام منصور لما تشوفكم انت واختك رجعتوا لحياتكم الطبيعيه اكيد حترتاحوا ويهدى بالها. انا بفهم يا كرم، عم حاول نسيها، حتى اختي وداد عم تعمل نفس الشيء. الحياه بدها تمشي يا كرم. طبعا هلا انا ححاول طلطل عليكم كل ما صار لي على البيت مشان نقعد مع امك. اختي يكتر خيرك، ما بتقصري. لك شو عم تحكي انت، عيب الشم عليكي، نحن اخوات وزملاء بالتدريس. الله يسامحك. امشي امشي. السلام عليكم. السلام. مي شو يا ما؟ انا فايت اسال بالقهوه جوا، الا ما يكون حدا بيعرف شي عن بي، استنيني هون. طيب يا ما لا تتاخر. ماشي. يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا عمي. عمي حضرتك من الحاره من هاي. يا عمي أنا بدي أجي الحارة، أمرني. أنا اسمي يحيى ابن العقيد أبو النار. والنعم. قالوا لي إنه بيي موجود هون بالحارة، بتعرف عنه شيء؟ يا عمي وصلت. أبو النار مرتبنا بالحارة وساكن ببيت الأفكار. عن جد عم تحكي عمي؟ إيه طبعاً عن جد. الله يبشرك بالخير، فيك تدلني على بيت الأفكار؟ إيه ليش لا؟ قطع على باب القهوة، أعيدك الشمال دغري دغري، بعدين بتلاقي زاروبة بتفوت فيها ثالث بيت على الشمال. يعطيك العافية عمي. الله يعافيك. شكراً. مهونة. الحمد لله يا امي، الحمد لله بيي طلع عايش. عايش؟ ايه عايش. الف الحمد لله يا رب، الف الحمد لله. وقاعد هون بالحاره عند واحد اسمه الافكح. ايه وين بيته هذا الافكح؟ هلا صاحب القهوه دلني على بيته، هلا بطريقنا اي حدا بنرجع بنساله بدلنا مزبوط. يلا يا مو خلينا نروح. يلا امي. يلا حبيبي يلا.
الله يعطيك العافية يا سعيد، عم عزبك معي. ولو يا عقيل، والله بحبك من صمصيم قلبي، ويا ريتك تضلك هون ساكن، بحطك على راسي. الله بحييك ويرحم أبوك، كتير كان صاحبي. وهو كمان كان يحبك، ما يحبك اليوم، كان يحكي عنك بالمنيح دوم الدوم. إيه بس ما له حظ بهالدنيا. رحمة الله عليه، ياما قلت له تعسكر عندي بالحارة واشتغل معي بالدكانة، ما رضي. يعطيك العافية. هذا أكيد أب معروف، شم ريحة الأكل أب إجا. كرمال الله لا تفتح له. ما بيصير عقيد، بركدان مو هو، بركدان أبو عزام جاي يزورك.